السلام عليكم أحبائي، أهلا وسهلا بكم في حصة اللغة العربية. درسنا اليوم بعنوان أمجد عند طبيب الأسنان. الأهداف: الإصغاء إلى قصة أمجد عند طبيب الأسنان والإجابة عن أسئلتها إجابة تامة، تقدير مهنة الطبيب والتعبير عنها باللغة الفصحى، تعرف إلى أشكال وأصوات الحرف ألف. أحتاج إلى كتاب القراءة العربية، أفتحه على الصفحتين 32 و33، لاحظوا وأعبر. انظروا أحبائي إلى هذه الصورة، ماذا ترون؟ أحسنتم، إنه طفل ينظف أسنانه. هل تنظفون أنتم أسنانكم كل يوم؟ رائع يا شطار، ولكن لماذا ننظف أسناننا يوميا؟ أحسنتم، لكي تبقى نظيفة ولكي نحميها من التسوس. وإذا شعرنا بالألم يوما ما، ماذا سنفعل يا ترى؟ أحسنتم، سنزور طبيب الأسنان وهو سيتخلص من السوس ويعالج الألم. ما رأيكم أن نستمع الآن إلى القصة ونتعرف إلى كيفية التخلص من السوس؟ هيا بنا. الحمد لله على سلامتك يا أمجد، كيف أصبحت الآن؟ الحمد لله يا معلمتي، أنا بخير. مما كنت تتألم حتى تغيبت عن المدرسة بالأمس؟ كنت أشكو ألما في سني، كان يؤلمني كثيرا كثيرا. وما الذي أزال ألمك يا أمجد؟ زيارة طبيب الأسنان. اتصلت والدتي بطبيب الأسنان وأخبرته بألمي، فحدد لي موعدا للمعاينة. وعندما وصلت إلى العيادة استقبلني الطبيب بابتسامة وقال: علامات الألم ظاهرة على وجهك، سأخلصك من أوجاعك إذا جلست على هذا الكرسي. وجعلتني أبحث عن السوس الذي يسبب لك الألم. لم تخف يا أمجد؟ مما أخاف؟ والطبيب أكد لي أنني لن أشعر بألم أكثر مما أنا فيه، وأخبرني أن المثقاب الدوار يستطيع أن يزيل السوس بسرعة. وهل شعرت بالألم عندما استخدم الطبيب المثقاب الدوار؟ عندما فتحت فمي، جاء الطبيب بمرآة صغيرة جدا ومدورة، رأى بواسطتها السوس في سني، رش لي دواء فلم أشعر بالألم، ثم استخدم المثقاب الدوار وحفر به السوس محدثا أزيزة، ولكني لم أشعر بالألم. وبعد لحظات رأيته يحضر معجونة صغيرة حشى بها سني، ثم ربت على كتفي وقال: قم يا بطل. وعندما ذهب لينظف يديه بالماء والصابون قال لي:
أنصحك يا أمجد بأن تنظف أسنانك قبل النوم، ولا تكثر من أكل الحلوى والسكاكر، وإن أكلت منها أعد تنظيف أسنانك. فشكرته وخرجت. والآن أحبائي، بعد أن استمعنا إلى القصة، هيا بنا نجب عن بعض الأسئلة. من هو بطل القصة؟ أحسنتم، بطل القصة هو أمجد. كيف استقبلت المعلمة أمجد؟ استقبلت المعلمة أمجد قائلة: الحمد لله على سلامتك. لماذا كان أمجد غائبا عن المدرسة؟ كان أمجد غائبا عن المدرسة لأن سنه كان يؤلمه. من أزال ألم أمجد؟ أزال طبيب الأسنان ألم أمجد. ماذا رش الطبيب في فم أمجد؟ لماذا؟ رش الطبيب في فم أمجد دواء كي لا يشعر بالألم. كيف أزال الطبيب السوس من سن أمجد؟ حفر الطبيب سن أمجد بالمثقاب الدوار وأزال منه السوس. بما نصح الطبيب أمجد؟ نصح الطبيب أمجد بأن لا يكثر من تناول الحلوى والسكاكر، وأن ينظف أسنانه قبل النوم. والآن يا شطار، هيا بنا نكتشف حرفا جديدا. اقرأ الكلمات: أمجد، أسنان، ألم، أمين، تألم، أم. ما هو الصوت الذي يتكرر في هذه الكلمات؟ أحسنتم يا أبطال، إنه صوت الحرف ألف. والآن هيا نحوق حرف الألف في هذه الكلمات. ممتاز يا أبطال، لحرف الألف أشكال جميلة. ما رأيكم أن نتعرف عليها؟ هيا بنا. أرنب، إنه حرف الألف في بداية الكلمة وهو منفصل. فأر، حرف الألف في وسط الكلمة وهو متصل. حرف الألف في آخر الكلمة نبأ وهو أيضا متصل. إذن لحرف الألف شكلان فقط، شكل منفصل ويكون في أول الكلمة، وشكل متصل يكون في وسط أو آخر الكلمة. والآن حان وقت الأصوات القصيرة. أ، أو، إي. والأصوات الطويلة. أ، أو، إي. ما أجمل أصواتك يا حرف الألف. ماذا تعلمت؟
علمت أن أصغي إلى القصة وأجيب عن أسئلتها إجابة تامة. علمت مفردات جديدة، وتعلمت أيضاً أشكال وأصوات الحرف ألف. ماذا لدي في مفكرتي؟ أصغي يا بطل إلى قصة أمجد عند طبيب الأسنان. أجب عن أسئلتها إجابة تامة. أحسنتم عملا أحبائي، إلى اللقاء.